والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. ما حكم ابتسامة هوليود ويعني يقصد تركيب الأسنان الحديثة أو الجديدة على الأسنان القديمة أو ذات الألوان يعني اللون المتغير، هل هذا جائز؟ إذا كان بحاجة إليها طبيا ونصح بها الأطباء فلا بأس بها، أما إذا لم يكن لها حاجة فلا يجوز هذا، لأنه من تغيير خلق الله من غير حاجة. نعم. أحيانا يا شيخ فقط من باب تغيير اللون، إذا كان لونها غير مقبول فيه منظر سيء فلا بأس بذلك، أما إذا كان لونها طبيعيا ومعتادا فلا يجوز.